الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. باع البنك المركزي في العراق خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1,200,000,000 دولار خلال 5 أيام التي افتتح بها المزاد، فيما بلغت الحوالات الخارجية منها أكثر من 1,000,000,000 دولار. وأظهرت بيانات البنك المركزي بلوغ مبيعات العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي ليوم الأحد الماضي 247,000,000 دولار، فيما بلغت الاثنين 245,000,000 دولار إلى 231,000,000 دولار في أسبوع. قال هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الحكومة إن الحكومة خصصت نحو 17 مليار دولار للأمن الغذائي هذا العام فقط. وكشف الجبوري عن إنفاق الحكومة نحو 74 مليار دولار العام الماضي، ليكون مجموع ما ستنفقه الحكومة نحو 89 مليار دولار، في حين سيبلغ الناتج المحلي للبلاد بين 145 إلى 155 مليار دولار حتى نهاية هذا العام. كشف موقع ميدل إيست أي عن وجود ضغوط أمريكية على الحكومة في بغداد لإلغاء حكم المحكمة الاتحادية الخاص بمنع حكومة أربيل من بيع النفط. يأتي هذا في وقت قالت فيه الدبلوماسية في شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية باربرا ليف إن واشنطن قلقة للغاية من التسرع في تنفيذ هذا الحكم، وقد تخاطر بإخراج الشركات الأمريكية من العراق وشركات أخرى. سجلت الديون العالمية ارتفاعاً بنسبة 0.2% إلى أكثر من 300 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، قياساً على 299 تريليوناً في الربع المماثل من العام السابق. وقال معهد التمويل الدولي إن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت بالارتفاع بعد 4 أرباع من التراجع المتتالي، واقتربت نسبة الدين العالمي من 350% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2022. قالت مجلة The American Conservative إن أوروبا في ظل أزمة الطاقة باتت تشبه رجلاً مريضاً يهدد بفصل نفسه عن أجهزة دعم الحياة. وأشارت المجلة الأمريكية إلى تصريحات لرئيس واحدة من كبرى شركات توريد الغاز في ألمانيا وأوروبا ينصح فيها الألمان بصعود الدرج والاستغناء عن المصاعد الكهربائية في الشتاء المقبل لتكتسب أجسادهم الحرارة اللازمة لبقائهم على قيد الحياة وسط توقعات بانقطاع تام للغاز الروسي وبالتالي تعطل أنظمة التدفئة المنزلية. أما الآن فإلى معرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز برعاية الله.